روح. هذا زي ما انتم عارفين كل واحد منا يمر بظروف الحياة، فما بالك بظروف الحياة الحالية، الكلام قبل قرابة 20 سنة أو 15 سنة. كانت الأيام حتى قبل، يعني تلاحظون أنتم مثلا ممكن أنه مثلا أمك ترسلك الجيران تجيب حاجة ولا كذا، كانوا الناس بسطاء. فيوم من الأيام أبوي الله يطول لي بعمره ويخلي لكم من تحبون احتاج. إحنا أخذنا فترة يعني كانت فيها مرهق نوعا ما، المواجب الاجتماعية من عناية أعراس ومن مواجب ومن كذا، والواحد ما يقدر يتعذر، فمضطر أحيانا الواحد إذا صار ما معه شيء أنه يتسلف. فلعله عسى يمكن أنه طلب له من واحد خابر عنده ورفضه، فجاء للمحطة وكان مضايق. فيوم شاف هالعامل مضايق فتح له الدرج وقال له خذ اللي تبي. عامل المحطة يفتح الدرج لأبوي يقول خذ اللي تبي. طبعا أكيد أبوي اللهم لك الحمد يعني حسن المعاملة جدا معهم من سنوات، وعلى فكرة يمكن كان المخاب ظني أخذ 500 ريال كسلف من راعي المحطة. هاك الوقت هاك التسويق هاك الحين قبل 15 سنة و 20 سنة ال 500 ريال تسوى والدنيا منور، الدنيا منور بعد شوي يعني. وكذلك ظروفها والإنسان يحتاج يعني. حتى في بعض العيال ذكروا بعض المواقف اللي حصلت لهم مع العمالة ولا كذا، والعمالة ترى فيهم خير. إيه هذه ترى بعد فأخذ له يمكن أسبوع أو 10 أيام ورجع، رجع المبلغ اللي خذاه من العامل يمكن قرابة 500 ريال، وما رجع 500 بس رجع معه قصيدة وقال الله يبيض وجهي الربع نواف، عز الله أن الطيب في كل ملة، رغم اختلافات العوايد والأعراف لكن فعل الطيب فعل نجبلة، أخير من ملاك عشرات الآلاف ورصيدهم، أخير من ملاك عشرات الآلاف ورصيدهم منها هوان ومذلة، تملأ مخابيهم بطاقات صراف، وإن جيت تطلب فزعته قال لله، عز الله النواف مهيب تزياه، تلقابه بوقت الوزع ستر خله، إن كان بيده حاجتك ما من خلاف، يرخص لك اللي تملك يديها كله، هالأجودي بكتاب الأجوادي نضاف، لو كان بيدي محتواه وسجله، تدرون من نواف في تالي القاف بنقالي. وهك المحطة محلة. هذا سيء الله أي بالله. عاد نواف هذا عامل بالمحطة يمكن أقول لك مسلف الحي كامل، وكل الحي معه ما هم عاملينه يعني كمثلا عامل ولا كذا، معاملينه كخوي يعني الفترة قريبة قبل لا يرحل قبل لا أبد. رجال بخير ويفزع وبعدين عايش معنا يعني، مثل حتى كثير من البيوت يعني نقاسمه، مثل تصير عندك مثلا طريفة بالبيت ولا مثلا أيام رمضان أبد فطورهم من عند مثلا البيوت الحارة القريبين، أبد فطورهم برمضان وغير والمناسبات أبد لهم حقهم. ذكرت بيت الاف الغيداني وهذه الحسنة معاملة. ايش رايك نروح داخل؟ امشي الحين بس بذكر بيت الاف الغيداني نمشي. اللي يقول نخذي ناخذ ونعطي ولا هو عيب، اخذوا وعطى وش سمونه، كان ما هو مزالق طيب مزالق الطيب وش هو. الله اكبر الله اكبر. يا عيال اقول لكم حاجة، تلاحظون مرات استر دقيقة تلاحظون مرات سبحان الله سولفك مثل حنا المواضيع عن هذه، والله اني ليتن جايكم بدري ترى. الحين لو نغير المكان ضاعت السؤال، ضاعت السؤال وضاعت لذتها. البحر البرد انا من الناس اللي صدق والله انا احب الجلسات اللي ثلاثه ونطرح موضوع وكل يبحر على راحته ويكون يعني يكون في مجال صراحه اشياء مشجزات تذكر فتشكر. ترى بدت تتكون بعد ما قل العدد انه صعب. تدرون انه ما في باللوكيشن حاليا الا احنا ثلاثه. ها هذا النوت تدورها والله هذا اللي قاعد افروت ما ادري من الفروت موجود داخل هذا النوت تدورها ما تلقاها. اي والله شوف اللوكيشن كله قبل من 24